بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في البرنامج الرمضاني مع قسم الدراسات العليا في الأداء القرآني في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا فيه بالعفو والعافية والغفران والعتق من النيران. أرحب بكم وأرحب بشيخنا الحبيب الفاضل فضيلة الشيخ محمود هرموش الداعية إلى الله تعالى والإمام والأستاذ الجامعي في أمريكا في ولاية كاليفورنيا. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أرجو الله تعالى تكونوا بخير وجزاكم الله خير لقبولكم هذا اللقاء. تشرفنا إن شاء الله. الله يحفظكم. فضيلة الشيخ محمود هرموش ما شاء الله من المؤسسين لكثير من المراكز الإسلامية والمساجد في أمريكا وتحديدا في كاليفورنيا. وفضيلة الشيخ محمود دخل إلى أمريكا، وصل إليها في عام 1983، وكان من المؤسسين لثالث مركز إسلامي في كاليفورنيا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يزيده توفيقا ونجاحا ويعينه في تبليغ رسالة الله. الشيخ محمود له جهود طيبة في الدعوة إلى الله تعالى وفي التعليم وفي نشر الثقافة الإسلامية وفي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. اليوم نحن سعداء بلقائكم شيخنا للحديث عن بعض الأحكام العامة في التعامل مع القرآن الكريم، فأترك المجال لكم إن شاء الله تعالى لتلخصوا لنا بعض الأفكار، بعض النقاط التي إن شاء الله يكون فيها الخير والفائدة، وأيضا نطلب من الإخوة المستمعين والطلاب جزاهم الله خيرا لمن عنده سؤال أو تعليق أو إضافة يتركها مع على التعليقات إن شاء الله. حياكم الله سيدي، تفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم أخي دكتور الحابي، وأشكر جميع الأخوة والأخوات الذين يتابعونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والقرآن والدعاء. فهذا شهر رمضان، شهر القرآن العظيم، ونسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا وأن ينصرنا به وأن يكون لنا هاديا ودليلا. الحديث عن القرآن الكريم لا ينتهي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حديث الناس أجمعين. أولا بالنسبة للأحكام العامة المتعلقة بالقرآن العظيم، لابد للفرد أن يكون مؤمنا إيمانا يقينيا بأن هذا الكتاب من عند الله تعالى. فلا ينفع أن يكون إنسان لا يؤمن بالله أو باليوم الآخر أن يأخذ القرآن الكريم سواء للاستماع أو للتبرك إذا شئت أو لأي حاجة أخرى في نفسه، إذا لم يكن أصلا يؤمن به. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الرسول والمؤمنون آمنوا به، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما هو في سورة البقرة في أواخرها في الآية 285. إذن الإيمان بالقرآن العظيم من أسس الهداية والنفع به والابتداء به والأخذ به. وكذلك نعتقد جازمين سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة، فقال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، في سورة المائدة الآية 48. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ليكون الكتاب الحق من الله تعالى. فعندها إذا اعتقد الإنسان أن هذا كلام الله سبحانه يكون له أثر في نفسه وفي حياته عموما. ونعلم أن القرآن العظيم قد نزل إلى سماء هذه الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان،
وأن الله سبحانه وتعالى أراد للبشر أن يحتفلوا بهذا النزول المبارك من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في هذه الليلة العظيمة التي سماها الله تعالى ليلة القدر، أي ما قدر وقسم وشاء ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لا بد من العلم اليقين أنه أن هذا الكتاب هو الكتاب الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله سبحانه وتعالى أراده بهذه الطريقة أو بهذا الشكل وبهذا المضمون وبهذه الصفات العظيمة من ناحية اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فغير العربية إذا ما ترجم القرآن تكون ترجمة وحديثا عن معاني القرآن وليس قرآنا يتعبد به كما هو باللغة العربية. وأن الله سبحانه وتعالى أراده كتابا، أي أنه مكتوب بحروف تفهم وتعقل من قبل البشر فيدركون ما يريده الله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم الكرامات، أن الله وكلامه سبحانه وتعالى أصبح مفهوما بالقدر الممكن للبشر أن يفهموه. فإن الله سبحانه وتعالى كلامه عظيم وليس كما في بقية الكتب السماوية السابقة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا التدبر يدخل فيه الحرف والمعنى بالطريقة التي كتب بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بالصفة التي ثبتت في مصاحف أو في مصحف عثمان رضي الله عنه الذي نسخ عنه القرآن العظيم وانتشر في جميع أنحاء العالم. فالله سبحانه وتعالى أراده أن يكون كاملا لغة وكتابة وحفظا، وحفظا كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا حفظ من زيادة أو نقصان أو إضافة إليه أو أخذ منه، وأيضا هناك حفظ آخر نتكلم فيه إن شاء الله لاحقا. وهذا العلم الذي يجب أن يكون يقينيا بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس فيه صناعة بشرية إلا ما أراده الله من حيث تثبيت الحروف والكتابة والحفظ في المصحف الشريف، لقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، كما في سورة الحاقة. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لا يمكن حتى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يضيف شيئا أو أن يأخذ أو ينقص من الكتاب شيئا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله يعصمك من الناس. فالتبليغ كان كاملا تاما لهذا الكتاب المبين ولكل ما أوحى الله سبحانه وتعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يكن هناك نقص في التبليغ ولا زيادة فيما أراده الله سبحانه وتعالى. أما الحفظ الذي أمر الله سبحانه وتعالى وأخبرنا عنه: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا حفظ أبدي أصله في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى حيث الله يشاء. وهذا الحفظ من في الكتاب المحفوظ أو في اللوح المحفوظ الذي لا تمسه إلا الملائكة كما سنذكر في ذلك لاحقا إن شاء الله. والحفظ أيضا في قلوب المؤمنين، فهو حياة للقلوب وللبشرية جميعا وخاصة للمؤمنين الذين كما ذكرنا يعتقدون أنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على مدى السنين
بالعشرات أو المئات أو الآلاف، بل هو بمدى الملايين في جميع أصقاع الأرض. وبالتالي فإن القرآن العظيم محفوظا في قلوب المؤمنين على مدى الدهور، وكذلك محفوظ في المصاحف وفي أرجاء العالم. الحمد لله، فإن النسخ التي هي نادرة وقليلة من بداية العهود الأولى بعد عهد سيدنا عثمان والصحابة رضي الله عنهم موجودة وحفظت في أنحاء ومكاتب كثيرة في العالم، ومنها نسخ القرآن وكتب حتى الآن وما زال. وكذلك القرآن محفوظ في كل وسائل التسجيل الرقمي والصوتي وغيره من الوسائل المستحدثة للتسجيل والتوثيق. فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الجوانب كلها، ولا يجوز إنكار شيء منه ولا الزيادة عليه كما ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى حفظه بحفظه وليس بحفظ الناس له كما كانت الكتب السابقة. فالكتب السابقة بما استحفظهم الله، أما القرآن العظيم فبما حفظه الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، إذ أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا لا يكون إلا لكتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى. وكذلك ما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك حتى ليس للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا من عنده ولا أن يتقول عليه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. إذن ليس بكلام بشر ولا يدخله كلام بشر من أفكارهم أو من أقوالهم. وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في حق غيره أولى، بمعنى أنه لا يمكن لبشر ما، ملكا أو جبارا أو معاديا أو صديقا، أن يزيد أو ينقص في هذا الكتاب العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى. أما النقطة الأخرى التي نود أن نمر عليها باستعجال أيضا، فهي فقه استلامه وحمل المصحف وغير ذلك مما يتعلق بأحكام هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا جزء من الحفظ، الله سبحانه وتعالى يقول: لا يمسه إلا المطهرون، كما في سورة الواقعة الآية 79، وهم الملائكة، أي أن الكتاب العظيم هذا الذي ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عنه ويحدثنا به هو القرآن المحفوظ في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، حيث الله لا إله إلا هو. أيضا لا يمسه إلا الطاهرون من الشرك، من المؤمنين، من الناس الذين يؤمنون به ويعتقدون أنه كلام الله. ثم هؤلاء الطاهرون من الشرك يجب أن يكونوا طاهرون أيضا من الجنابة والحدث وغير ذلك مما يستوجب الغسل أو الوضوء وغير ذلك، وذلك لتحقيق البركة المرجوة من القرآن العظيم، والهداية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى، والنور الذي نزل به كلام الله تعالى. أما ما يمكن أن يقال عن القراءة دون اللمس، أي دون لمس المصحف، فسواء كان حفظا من الشخص نفسه فله أن يتلو القرآن بلسانه طبعا، وكذلك الآن ما استحدث من وسائل إلكترونية وديجيتال، يعني forms of reading، كأن يقرأ من التليفون وغير ذلك، فإن الأمر فيه خلاف وخلاف بسيط الحقيقة، لأنهم قالوا أيضا إذا كان القرآن مغلفا بجلد أو بأوراق أخرى فيمكن للإنسان الذي على غير طهارة أن يقرأ منه، سواء كان جنابة أو حدثا صغيرا، فهذا الأمر مختلف فيه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ولا نرى فيه الحرج الكبير، وذلك حتى لا ينقطع الإنسان عن تلاوة القرآن وعن الصلة بالقرآن العظيم. النقطة الأخرى
العمل بأحكامه وأوامره، وهذه مهمة جدا في التعامل مع القرآن العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليس للإعلام وليس لأن يخبرنا عن قصص الأمم السابقة، وليس فقط لنطرب بسماع الأصوات الجميلة له، بل لما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا الكتاب العظيم، حيث يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، في سورة صاد الآية 26. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الغاية الأسمى من وجود القرآن أن يكون حاكما وحاكما، وأن يحكم في أمور الحياة كلها. فكما هو العلم هو كذلك العمل، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بأحكامه ونواهيه واتباع السنن التي ذكرها الله تعالى فيه وما أمر به، هذا من أهم الأعمال التي يجب أن نتعاطاها مع القرآن العظيم. فالعلم والعمل بالأحكام الفقهية في القرآن العظيم أمر واجب على المؤمنين، وإلا فهذا أيضا من باب الذي لا يؤمن به، يعلم الأحكام وقد يأخذ منها في الأحوال الشخصية وفي التعاملات وفي العقود وغيرها، لكنه لا يأخذها على أنها أحكام ربانية، جزء من كل يجب أن ننصاع له، كما مثلا في القضاء وفي غيره من المسائل الحياتية. أخيرا أود أن أذكر أن معرفة الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات تزيد على 500 آية في القرآن العظيم، وهي آيات الأحكام المتعلقة بحياة الناس، أيضا هذه لا يمكن الأخذ بها عموما إلا إذا كان الشخص أو الهيئة أو الدولة مقتنعة بأن هذه الأحكام ربانية وأنها تصلح للناس في كل زمان ومكان. وذلك ما يتعلق بالحلال والحرام، ما أباحه الله وما حرمه، وما أمر به وما نهى عنه، وكذلك طبعا المستحبات والمكروهات والمباحات وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى ثم ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في السنة المشرفة. ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالطلاق والزواج، وما يتعلق بالبيع والشراء والإرث والدين وغيره، مما يزيد على 550 آية في القرآن العظيم تنظم شؤون الحياة. وهنا لابد، وذلك لقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي أن كل شيء يتعلق بشؤون الإنسان في هذه الحياة الدنيا له ذكر وملمح، ويمكن أن يستخرجه العلماء ويستنبطونه فيما يصلح من شأن الإنسان دينا ودنيا. وهنا لابد أن نذكر أيضا أن القرآن العظيم مع وجود هذه الآيات العظيمة في هذه المواضيع التي ذكرنا، هو في الأصل ليس كتاب قوانين ولا كتاب قضاء، وإنما الأصل فيه لإنعاش وإحياء الأرواح والنفوس وبناء المجتمع الصالح في هذه الحياة الدنيا، وما وعد الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. فالأخلاق والمعاملات والتزكيات التي لابد منها للنفس البشرية، وكذلك ما يسعد الإنسان في هذه الحياة الدنيا، هي الغاية الأسمى من الدين عامة وخاصة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو السبيل إلى النجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا أمر ديننا، وأن يجعل القرآن سبيلنا وطريقنا إلى النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم
ومن جميع السامعين والحاضرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمود هرموش على هذه الإضافة وهذه الإطلالة وهذا الموضوع الطيب في أحكام التعامل مع القرآن الكريم. وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم نورا لنا وحجة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا بتلاوته حق التلاوة ويرزقنا فهمه والعمل به، آمين يا رب العالمين. اللهم اسمح لي فقط أضيف يعني ملاحظتين من الأخت هدى والأخت حسناء. طبعا إخوة والأخوات معنا في الأداء القرآني، الدكتوراه في الأداء القرآني، جزاهم الله خيرا ووفقهم ونفع بهم. الأخت هدى تقول: السلام عليكم يا دكتور، أعتقد أن مسألة الجنب للقرآن عن ظهر قلب ليس موضع خلاف، ولكن الخلاف والله أعلم في قراءة الحائض عن ظهر قلب، فهناك من يرى جوازه لأن فترة الحيض طويلة وليس هناك نص صريح بذلك، وهناك من يقيسه على الجنب فيحرمه. جزاك الله خير أستاذة هدى. الأخت حسناء شكري أيضا دكتوراه في الأداء القرآني، بارك الله فيكم وفي علمكم، ذكرتم كيفية التعامل مع ما في كتاب الله من أحكام وأوامر ونواهي وحلال وحرام، لكن هل من أمور تتعلق بالمصحف ككتاب مقدس مكان وضعه أو التعامل مع صفحاته؟ لو الإجابة موجودة سيدنا بدقيقة إن شاء الله نختصر الإجابة في موضوع أن يوضع المصحف، في التعامل مع المصحف ككتاب كورق يعني في التعامل معه. نعم، أولا بالنسبة للجنابة والحيض هذا صحيح، لا خلاف في أنه يجوز تلاوة القرآن وقراءته في النفس وفي الصوت للجنب وكذلك الحائض، لكن ليس بلمس أو حمل المصحف. وكذلك يعني ينطبق على قراءة القرآن من ديجيتال انسترومنت يعني التليفون او الكمبيوتر او اي غيره من ذلك، اذا اراد الانسان ان ينظر له. فهذه الوسائل بما فيها الورق، الورق بالنسبه للمصحف يعني كون القران العظيم مكتوب على الورق بالجهد البشري بطريقه ما، طبعا يمكن ان يؤخذ على نفس الشيء بالنسبه للديجيتال يعني انسترومنت، لكن الورق له قدسيه اخرى. ف يعني ما اعلمه انه الاولى ان لا يحمل وان لا يعني يكون في حوزه الانسان اذا كانت الاخت في حال حيض او اذا كان الرجل في حال جنابه، ان يتجنب حمل القران العظيم او ان يقرا منه. اما اذا كان حافظا كذلك الاخ او الاخت فلا باس في ان يتلوه. بالنسبة للمصحف أيضا لابد من توقيره وتعظيمه، وليس هذا فقط بأنه والله يعني يبوس القرآن أو يحطه على رأسه، هذه تقليد، إنما أن يرفعه في مكان علي، أن يكون مكان نظيف، أن لا يكون في إهانة، أن لا يكون في استصغار أو يعني إساءة، سواء لنفسه في نفسه أو لتعليم الآخرين. فنحن عندما نعطي القرآن مثلا لغير المسلمين وبعضهم يكون عرب يعني بده القرآن بالعربي، نقول له وهذه يعني أمانة أن لا ترميه أولا، وأن تضعه في مكان يعني نظيف، وأن يكون يعني متميز في موقعه. وهكذا ترى في بعض المكاتب أنه في قسم خاص في القرآن، فتضع القرآن في الأعلى ثم تضع التفاسير ثم تضع الكتب الأخرى. نعم. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير شيخنا، الله يبارك فيك شيخ محمود، أشكرك مرة ثانية على هذه يعني الإطلالة وهذا اللقاء الطيب مع فضيلتك، وأدعو الله تعالى أن يزيدك الله توفيقا وأن ينفع بك. مرة ثانية شيخ محمود من أوائل من هاجر إلى أمريكا وكان له ولا يزال الأثر الطيب في تعليم القرآن الكريم وفي تعليم غير المسلمين الإسلام وفي نشر الثقافة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، له جهود طيبة في الدعوة الإسلامية وفي تعليم الإسلام. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك فضيلة الشيخ محمود، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. وإياكم، كرمكم الله، صدعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، حياكم الله.